أوكي. إذن إحنا كنا بنثبت في هاي النظرية من المرة الماضية إنه إذا كان في عنا fn sequence of functions معرفة على m أو حتى مش على m على الفترة a b r، عندي function f معرف كمان على الفترة a b ل r، و fn موجودة، كل fn موجودة ب r alpha a b، طبعا alpha is of bounded variation، وكانت fn كمان converges uniformly. هذه هي النتيجة، يعني إنه إذا كانت fn converges uniformly to f، هذا بيؤدي لأنه f موجود ب r alpha a b. هذا أثبتناه المرة الماضية، بس الشيء اللي بدنا نثبته كمان إنه التكامل ل f تكامل limit when n approaches infinity a إلى b f n d alpha، هذا بساوي تكامل f a إلى b. بس طبعا العكس، عفوا يعني هاي f هي عبارة عن الليمت لف n، يعني فكأنك بتقول ان الليمت والتكامل بتبادلوا ادوار مع بعض بدون اي مشكلة اذا كانت هاي converges uniformly. اذا كانت، اذا كان convergence point wise، فهذا الكلام مش صحيح. وهاي الأسئلة هي اللي خلتنا نحكي عن البوينت وايز واليونيفورم كونفرجنس، إنه تحت أي حالة إحنا بنضمن إنه بنقدر نبدل الليمت أو لا. أثبتنا الجزء الأول، بس عشان نثبت الجزء الثاني البروف عملنا هاي F R ألفا، هذا عملناه last time. Now we will show that in a limit لتكامل من a إلى b ل fn d alpha بتساوي تكامل f من a إلى b من n approaches infinity d alpha. هلا ننتبه بس شو اللي بنعمله، يعني شو الفرق بين هاي وهاي. هاي يعني احنا بنروح بنحسب تكامل ل f1، بيطلع بالاخير رقم. هذا الرقم لو سميناه اوكي، شو رايكم في حد بيقول لنا انه بس ندخل، يعني هيك بنكون اثبتنا انه ندخل الليمت على التكامل وبتنحل القضيه، شو رايكم؟ ليش نثبت هذا الشيء يعني؟ بس انه اوكي، هذه الليمت تدخل جوا التكامل، ناخذ ليمت لاف الان، وليش نغلب حالنا؟ شو رايكم بهالكلام؟ انه هيها كيف يعني؟ وين؟ هاي ما هي، لا هي F، هي F هي limit fn. طبعا يعني احنا هذه notation لان fn converges uniformly to f، فهي F هي limit. فإذا فكرنا في الليمت F كأنها الليمت، فكأنه بندخل الليمت للداخل. طيب أوكي، هلا إحنا هاي، بس انتبه إنه هون هاي شو معناها؟ إنه بناخد F1 نعملها تكامل تطلع، لنسميها مثلا A1، بعدين F2 ناخد لها تكامل بطلع رقم بالأخير، رقم ثابت يعني بتطلع A2، ناخد نعطيها A3. هذه السيكونس الليمت لهي السيكونس، الارقام هاي الليمت لهم هي عباره عن هذا الرقم اللي هو ناتج عن تكامل f، هذا اللي بدنا نثبته.
اوكي كيف احنا بدنا نثبت هذا الشيء؟ احنا نثبت شو معنات الليمت لهذا الشيء بيساوي هيك، معناته لكل ابسلون اكبر من زيرو. اللي لازم نثبته في الاخير انه الليمت لهذا الشيء بيساوي هيك، يعني انه التكامل A ل B Fn d alpha minus A ل B F d alpha اقل من epsilon for n اكبر او تساوي k. هذا بالاخير اللي لازم نثبته. اذا اثبتناه معناته هاي الليمت لهاي بتساوي هاي. هذا هو تعريف الليمت. تمام؟ اوكي، هذا الشيء اللي هو الهدف اللي لازم نوصله. كيف نوصل لهذا الشيء بالشكل التالي؟ هلا اعطينا ابسلون، خلي ابسلون اكبر من زيرو، اكيد في عندي ناتشرال نمبر ان او كي، شو كنا نسميه مش عارف شو ما كان، such that f n x minus f x هاي اقل من ابسلون لكل x موجودة في الA والB. هذا بسبب انها fn converges uniformly to f، وn طبعا اكبر او تساوي الn اللي اخترناها، هذا الفيكسد n، وبقدر اختارها كمان الفا الB ناقص الفا الA لانه هذا مقدار موجب، فبالتالي انا بقدر اعملها اقل من اي رقم بدي اياه. عظيم. So now إذا التكامل fn الx أو fn minus f بالقيمة المطلقة بهذا الشكل من a إلى b، هذا حسب هاي أقل من التكامل epsilon على alpha lb minus alpha a من a إلى b، بس هذا كله constant بيطلع برا وبساوي epsilon الفا ال b ماينس الفا ال a تكامل دي الفا من a الى b. هذا شو بيساوي؟ الفا ال b ماينس الفا ال a، يعني بيطلع بالاخير ابسلون. اوكي، هلا شو اللي بدنا اياه؟ شو بنستفيد منه؟ سو هلا بالقيمه المطلقه تكامل من a الى b ل f n الx ماينس تكامل من a الى b ل f الاكس، هذا اللي احنا قلنا بالاخير دي الفا، اللي بدي اثبت انه هذا اقل من ابسلون عشان اثبت انه الليمت لهي بتساوي هاي، يعني ما لازم يكون هذول اقل من ابسلون. هذا بيساوي حسب خصائص التكامل a الى b تكامل f، هذول التكامل بتوزع حسب الطرف بتصير fn minus f دي الفا في قيمة مطلقة بالأخير على الجميع، بس في خاصية بنعرفها إنه هاي أقل أو تساوي تكامل من A إلى B ل Fn minus F d alpha. هاي اتفقنا مرة أثبتناها إنه دخلنا القيمة المطلقة تصير بس تكامل A إلى B ل Fn ناقص F d alpha أقل من إيش؟ من epsilon، وهو المطلوب، وهو المطلوب. بس في شغله في الاثبات ما كملناها، ايش هي؟ انه احنا اثبتنا انه الفا بس فور كيس، هذا يعني كل الكلام اللي عملناه هو كان في الكيس انها اف ان از انكريزنج، بس احنا بدنا نثبتها لان اف ان از باوندد، از باوندد فاريشن، فبالتالي فور ذا كيس الفا باوند فاريشن بسيطة جدا، مش هي بالباوند فاريشن للA والB، معناها ألفا بتساوي بقدر أكتبها ألفا واحد ناقص ألفا اثنين، وألفا واحد وألفا اثنين increasing. Our increasing functions. وإذا كانت F بألفا واحد لأنه increasing وبR، يعني في الفرع الأول إحنا أثبتنا إنها F موجودة بR ألفا واحد AB، وF موجودة بالR ألفا اثنين
للA والB. تم إثباته يعني بهذه الحالة. ولما تكون كيف بنوزع الليمت؟ لما يكون واضح جدا, واضح جدا إنه بنقدر نوزعهم. يعني كيف نعملها إنه الليمت تتوزع؟ فبنشوف إن الليمت لتكامل fn d alpha n approaches infinity هي بتساوي الليمت n approaches infinity لتكامل fn, وألفا هي عبارة عن ألفا واحد d ألفا واحد ناقص ألفا اثنين. هلا هاي دي ألفا واحد ناقص دي ألفا اثنين تتوزع بتصير حاصل طرح, يمكن إحنا ما أثبتناها بس هي في كورولاري موجودة, يعني بتقول إن هذا الليمت من n approaches infinity توزع a ل b ل fn d ألفا واحد ماينس تكامل fn d ألفا اثنين من a إلى b. هلا هاي increasing أثبتناها لحالة increasing الليمت, طبعا هدول ليمت هاي والليمت هاي موجودات لأنه هاي أثبتنا أنه بألفا واحد increasing وألفا اثنين increasing ما تقدر تدخل الليمت. فهاي بتصير تكامل من A إلى B إلى F D ألفا واحد نص تكامل A إلى B D F D ألفا اثنين, وبترجع بتساوي تكامل A إلى B D ألفا بكل بساطة. يعني مش قضية إن بنحول القضية ل يعني كيف نتحول من الـ increasing للـ function of bound variation, قضية سهلة. وعشان هيك setting الأفضل إنه نتعامل مع bound functions of bound variation إنه هو يعني class أكبر من الـ increasing functions. طيب السؤال اللي لازم نسأله لحالنا هلا إنه لو ما كان اللي هو لو ما كان point wise conversions, لو كان يعني point wise بس ما كان uniform conversions, إذا إحنا ضمننا إنه إذا كان point uniform بيكون الليمت integrable والليمت تتوزع مع الليمت مع التكامل. أعطينا مثال بظن المرة الماضية إنه إذا ما كان uniform convergence الليمت ما بتتوزع, بس كانت النتيجة إنها الليمت integrable. يعني أخذنا مثال المرة الماضية إنه في عندي كان fn بتروح للf, وكان هذه موجودة بالr alpha وهي موجودة بالr alpha للa والb, وr alpha a b, يعني كان ريمان integrable النتيجة, بس التوزيع الليمت ما زبط. يعني إنه لما بدلنا الليمت مع التكامل كل واحد أعطت جواب. بس أنا السؤال اللي أسأله هلا, هل النتيجة هون شو بتقول؟ نتيجتين, يعني في نتيجة ما تحققت, تأكدنا إنه هذه ما تحققت إذا شلنا موضوع اللي هو البوينت اليونيفورم وبدلناه بالبوينت وايز. طيب السؤال, هل لو خلينا فقط بوينت وايز كونفرجنس هل بالضرورة أنها الليمت تكون انتجرابل؟ يعني هل النتيجة الثانية هاي بتخرب كمان؟ مش بس هاي, يعني هون في نتيجتين, نتيجة إنه هاي إنها موجودة ريمان انتجرابل والليمت تتوزع. أثبتنا المرة الماضية بكاونتر إكزامبل طبعاً إنه هاي النتيجة بتبطل صحيحة إذا شلنا اليونيفورم كونفرجنس. طيب هاي كمان هاي بتكون مش صحيحة, والإكزامبل عليها بالشكل التالي. شوف هذا الإكزامبل, كيف بدنا نبني هذا الاكزامبل؟ let r1 r2 r3 هاي be the enumeration, be an enumeration of rational numbers. N 0 1 طبعا انتم عارفين انه من راشنالز اللي
الراشنز اللي في الزيرو وان اللي هم الهاي ست اللي هي الكيو تخاطه زيرو وان. هاي شو بنعرف عنها؟ بنعرف انها كاونتبل. مش كيو كاونتبل؟ فالجزء منها كاونتبل اكيد. هذا الكاونتبل بينها كاونتبل معناها في عنصر اسمه ار واحد في بينها وبين الان كورسبوندنس. هاي الناتشرال نمبرز يعني بينها وبين هاي في واحد اثنين ثلاث، وهذا العنصر الاول اسميه ار واحد، العنصر الثاني ار اثنين وار ثلاث. بغض النظر شو ما كانت ار واحد، يمكن تكون نص وهي الربع والثلث والاربع اسباع وكل الارقام الموجوده بالكيو تقاطع 0 1. وهذا كلام ممكن وهلا بديش اخوض فيه، بس هو مو بس بدي تكونوا مقتنعين انه هذا الكلام ممكن يغطي كل الراشنال نمبرز. ليش؟ لانها كاونتبل، وهذا اصلا هذا معنى انها تكون كاونتبل. تمام. اذا لحد اللحظه احنا لسه ما عرفنا الفانكشن، بس انا بقول لك لحد اللحظه انه هدول هم الراشنالز اللي موجودين بين الزيرو والوان. انا بدي اعرف الفانكشنز بالشكل التالي، السيكونس اوف فانكشنز. اف واحد شو بتساوي؟ بتساوي واحد اذا كانت اكس بتساوي ار واحد يعني هيك، زيرو otherwise. طبعا اف ان معرفه كلهم على الزيرو والون، بس مش معرفين اكثر من الزيرو والون. يعني هذا شو يعني otherwise؟ معناها اذا كانت اي عدد بين الزيرو والون وما بتساوي الار1. طيب بدي اعرف اف2 هي عباره عن تساوي اف2 الاكس بتساوي واحد اذا اكس كانت اما ار1 او ار2، زيرو اذا كانت اكس اذروايز. اف3 الاكس ايش هي؟ واحد اذا كانت اكس موجوده في ار1 ار2 ار3 زيرو اذروايز. هي هذه سيريز سيكونس اوف فانكشنز. هذه السيكونس اوف فانكشنز شو الليمت لها بالاخير؟ بالاخير شو راح تكون الليمت؟ البوينت وايز ليمت. إذا هون f n x بشكل عام تساوي واحد إذا كانت x إذا كانت f x تنتمي لا r واحد r اثنين لا عند r n zero otherwise. f شو بتتوقع تكون تساوي limit point wise limit لهي؟ مين بيجاوبنا؟ بالاخير لما تروح للانفينيتي يعني شو بدها تصير؟ شو بصير الاف؟ اذا هاي هي الليمت. ليش هذه البوينت وايز ليمت؟ لانه اف ان الاكس اذا كانت اكس الراشنال معناته كل واحده من اف الان بتساوي صفر وبتبرش الصفر. هذا اذا كانت اكس الراشنال. بس لو كانت اف ان الاكس لو كانت هذه الراشنال بعد مرحله من المراحل راح تصير اف الان بتساوي واحد. يعني افترض انها x بما انها rational معناته راح تكون واحده من هذول العناصر اللي هو الرقم 10. ف10 راح تكون 1 و20 راح تكون 1 لانه
لأنه خلص بما إنها عشرة داخلة من أول عشرة راح تكون بأول 20 وأول 30. فأي راشنال فانكشن بالأخير بالأخير حيصير واحد، وهذا الليمت بتروح للواحد. إذن هاي هي البوينت وايز ليمت لهذا الفانكشن. طيب هلأ هذا الفانكشن fn، لاحظ إنه fn بهذا الشكل هو integrable. أوكي، لأنه هذا بيساوي finite، هذولا finite numbers، فهذا بيساوي تكامل من صفر للمينيمم لهم، بعدين للثانية واحدة لثالث واحدة. بس الليمت لهم واحد لزيرو، هذا أثبتنا إنه هذا is not integrable. يعني هون هذا هذه هي فكرة السؤال. يعني note that إنه fn كل واحدة فيهم ب r a b و but f is not in r alpha a b. اوكي، اذا حتى اذا كانت مش اذا كان بوينت وايز ما كانت يونيفورم، ما كان يونيفورم كونفرجنس، ما بضمن انها الليمت انها تكون انتجربل. فاليونيفورم كونتينيوتي، اليونيفورم كونفرجنس عفوا بيضمن الكونتينيوتي وبيضمن الانتجريشن. هلا السؤال المهم الديريفاتيف، يعني نسال هيك انه برايكم شو بتتوقعوا إنه إذا كان عندي fn converges point wise uniformly لf، وهذه كانت differentiable، وهل تضمن إنه هي يكون differentiable ولا لا؟ أو مش بس هيك، لو كانت هل fn prime بتروح ل f برايم ولا لا؟ هذا سؤال من الطبيعي انه نساله. ليه؟ لانه كنا جاوبنا عن شغلتين قبل، انه اذا كانت fn converges uniformly to f، اذا كانت هذه continuous عند النقطه a بيكون هذا continuous، والليمت بتتبدل. يعني الليمت ل when n approaches infinity limit x approaches a أثبتنا إنه بقدر نبدلها. رقم اثنين، رقم اثنين إنه إذا كانت fn uniformly convergent to f، وكان كل واحد فيهم وكل واحد فيهم ريمان integrable، فالليمت بتكون ريمان integrable، والليمت بتبدل مع التكامل. يعني ليمت التكامل ساوي تكامل الليمت. السؤال هلأ تتوقعه إذا كانت عندي fn converges uniformly to f، هل بالضرورة إنه المشتقة بتروح للمشتقة ولا لا؟ الجواب خلينا نشوفه من خلال هذا المثال. Consider the following example to answer the question. This question. Consider the following example. شو بتتوقعوا إحساسكم شو بقول؟ إنه لا. أحياناً أنت بتقرأ في الكتب بتعرف النتيجة، يعني بتقدر تحزر النتيجة مباشرة، لأنه ليش هو انتقل من الكونتينيوتي للإنتجريشن بدون ما يمر بالديفرنشابيليتي بالديريفاتيف؟ لأنه يعني هاي بيعطيك إحساس إنه هذا الكلام مش راح يكون صحيح في الديريفاتيفز. أوكي، نشوف هذا الإكزامبل. نشوف f n ال x f n ال x بتساوي x قوة n على n زيرو أو واحد. هلا هاد أنا بقول إنه claim إنه f n converges uniformly ل f. كيف بدنا أثبت هذا؟ proof للclaim
proof of the claim. هلا احنا بنعرف انه uniform convergence اثبتنا المرة الماضية انه fn converges uniformly if and only if fn converges in the metric of هذا in the metric of continuous function من A إلى B. وهذا بيعني كان إذا بتتذكروا إنه السوبريمم لFn minus F بتروح للزيرو. يعني إذا أثبتنا إنه الليمت للسوبريمم بتروح للزيرو معناها بتكون هذه إن the metric معناها بتكون converges uniformly. فأوكي هلا خلينا نشوف إيش هي السوبريمم لFn minus F. طبعا F اللي هو هون ايش تتوقع ايش هي اف هون ليش لوين هذا converges للصفر بالضبط لانه كل ما اخذت ان اكبر هذا الكلام بروح للزيرو اوكي فالسوبريمم لاف ان ماينس اف when x approach ان 0 وال 1 هذا بيساوي السوبريمم لا x هو n على n ناقص 0 صحيح و x بين ال 0 وال 1 طبعا فيش فرق بين نكتب x بين 0 وال 1 هون او هون ما هي نفس الكلام بس هاي بتساوي supremum ل x هو n على n ومش بحاجة للقيمة المطلقة لأن هذا شيء موجب و x بين ال 1 وال 0 شو رأيكم؟ مش هاد أقل مش X قوة N أقل من الواحد فهاد supremum أقل أو يساوي supremum لواحد على N وهاد supremum لواحد على N بتساوي واحد على N لأن supremum على ال X يعني أنت بتبدل X بس بكل الأحوال هو أقل من واحد على N والواحد على N عوين بتروح للزيرو إذن supremum بروح لا الزيرو وبالتالي هي كونفرجنس في المتريك وهي واحدة من هاي كريتيريا لنثبت اليونيفورم كونفرجنس يعني وبالتالي fn approaches f uniformly converges to f uniformly تمام هون ممتاز هلا بس هون يعني لاحظ انها الديريفاتيف ديفرنشبل يعني اللي هي عفوا الليمت ديفرنشبل لانه زيرو بتساوي طيب هلا نشوف اف برايم اف ان برايم اف ان برايم الاكس شو بتساوي كانت اكس قوه ان ان اكس هو ان ناقص 1 على ان اللي بتساوي اكس هو ان ناقص 1 هذه fn برايم x قوة n ناقص 1 هاي بتساوي هيك طيب fn برايم الواحد بتساوي 1 قوة n ناقص 1 بتساوي 1 هذه converges لوين؟ للواحد بس بالضبط converges للواحد بس f هيها f برايم مش f بتساوي 0 طيب f برايم الزيرو f برايم الواحد عفوا شو بتساوي 0 اذا هون لاحظ انه f برايم الواحد بتساوي 1 هاي بتساوي 0 هون بس الليمت ما هاي does not converge to f برايم الزيرو اف برايم الواحد اللي هي زيرو اذا جوابا على السؤال نو انه الليمت للديريفاتيف بيساويش ديريفاتيف الليمت لانه هاي احنا هون اللي عملناه هون اخذنا اف ان برايم واخذنا لها الليمت طلعت واحد هون اخذنا الليمت بعدين اشتقيناها طلعت الجواب صفر اذا الليمت
FN برايم N approaches infinity لم تساوي الليمت لف الليمت FN when N approaches infinity برايم. يعني انه الديريفاتيف والليمت ما قدرنا نبدلهم مع بعض ولو كان الكونفرجنس از يونيفورم. حتى تحت شرط الكونفرجنس يونيفورم كونفرجنس هذا الكلام مش صحيح. فبالتالي احنا بنحتاج لشروط اكثر حتى نضمن هذه النتيجه. الشروط الاكبر هي هذه الثيرم انه متى بقدر اضمن انه هذا الفانكشن از is differentiable. تمام تمام. الثيرم بتقول بالشكل التالي: اذا كانت في عندي fn معرفه على الفتره ab ل r هاي differentiable sequence of differentiable functions. تمام. Suppose that واحد إنه f n prime is continuous on a b. تنين لأفرض إنها مشتقات continuous. f n converges to f pointwise. On AB. الشرط الثالث إنه لازم المشتقة المشتقة converges uniformly on AB. النتيجة كلها بيؤدي ل then f is differentiable on AB and f n prime converges uniformly to f prime. يعني الليمت ل f n مش بس الليمت بتساوي وإنما converges uniformly ل AB. هذا هو الشرط اللي انه المشتقات لازم تكون converges uniformly. اذا كانت الاصل انا بعرف انها point wise convergence والمشتقات بتكون converges uniformly فبضمن انه الليمت f prime بتساوي f prime للليمت. تمام. كيف بدنا نثبت هاي النظرية؟ طبعا لاحظ انها شروط كتير كبيرة. اذا الشروط كتير كبيرة بيكون هاد يعني بتكون الاثبات اسهل. بس انه الصعوبة وين؟ الصعوبة انك تثبت نظرية نتيجتها كبيرة بشروط قليلة. اما اذا الشروط كتير كبيرة فبتكون النظرية سهلة اثباتها. يعني اذا كانت مثلا اليونيفورم كونفرجنس على طول بيعطي البوينت وايز كونفرجنس، ما اصلا ما كتبناهاش لانه شرط البوينت اليونيفورم كونفرجنس صعب. اذا بدنا نثبت ايش مثلا، اذا بنشترط شروط، اذا كانت شروطك كبيره نتيجتك بتكونش كثير عظيمه. النتيجة القوية طبعا مش بإيدك، انك مش انت اللي بتصنع النتيجة، انت بتوصف شيء معين يعني. بس نوصفك لنتيجة بيكون عظيم جدا اذا كانت الشرط اللي بيلزمها تكون صحيحة كتير بسيط وتقدر تبني على هذا الشرط هذا نتيجتك الكبيرة. اوكي، كيف بدنا نثبت هاي النظرية البروف؟ بالشكل التالي إنه لا C موجودة في الـ A والـ B و
و x موجودة في ال a وال b كمان. اوكي، ولات g هي عبارة عن لات g دينوت the limit of f prime. لاحظ انت بس في النظرية هون احنا ما قال انها f n prime، بس انا بعرف يعني ما يلي وين يعني شو اقول لك كيف تقريبا هو الشروط هذه اللي حطها هي مش كتير كتير بتفرق عن النتيجة، بس اوكي فيها يعني النتيجة فيها اضافة. طبعا انا بعرف انها fn converges pointwise لf، واشترط كمان شرط انه المشتقات converges uniformly to some function انا بعرفش ايش هو النتيجة. انا بقول لك هذا الفونكشن converges uniformly له هي عبارة عن الليمت الاصلية، يعني هذا هو هذه هي النتيجة اللي بتقوله انه في عندي fn بتروح للf و fn prime converges uniformly لإشي بنعرفش ايش هو اللي هو g نسميه. في الاخير النتيجة بتقول لك انها g هي عبارة عن f prime، هذا هو يعني الاشي اللي بدنا نفهمه. فبالتالي سميت g هي الليمت ل f prime، بدي اثبت انها g هي عبارة عن f prime، يعني هذا هو اللي بدي اثبته يعني. اوكي، بما انه g بما انه f prime continuous فاكيد f prime continuous هو since f prime is continuous معناها f prime اكيد في r c و x. احنا قلنا اذا كان continuous باكيد هو different integrable طبعا c او x، بس اذا كانت x اقل من اكبر من c، اذا c اكبر من x معناته بتكون الفتره بالعكس يعني هذول two cases ممكن انك تعتبرهم. اوكي، and تكامل من a الى b ل f برايم ل f n برايم وهذه f n برايم لان هي الكونتينيوس، احنا مفترضين انها f n هي كمان مره احنا مفترضين f n برايم از كونتينيوس معناته هي انتجرابل، وحسب الفاندمنتال ثيرم اوف كالكولس هاي بتساوي f n البي لا بس هذه هون مش الاي والبي، احنا السي والاكس اللي اخترناها بتصير اف ان الاكس ماينس اف ان السي، بس يمكن هاي تكون سي واكس واكس وسي ما هي بتقلب من الجهتين، فبالتالي بتضلها صحيحه. اوكي، بس احنا بنعرف انه fn converges uniformly to g، معناها لو اخذنا الليمت لهاي الليمت لها بتصير بالشكل التالي so but يعني fn prime converges uniformly to g حسب الشروط. فبما انها converges uniformly معناته الليمت تتبدل مع التكامل حسب نظريه سابقه، فبالتالي الليمت لتكامل c x fn برايم هاي تساوي تكامل c ل x للليمت ل fn برايم. هذا الطرف اخذنا الليمت للطرف اليسار، الليمت للطرف اليمين بتصير الليمت fn x ماينس fn c. تمام، سو يعني هون تيك هذه واحد تيك n approaches infinity n 1 to get، لما تاخذ n limit as n approaches infinity
هاي الليمت مع التكامل بتبدل لانه اف ان برايم كونفرجز يونيفورملي، وهاي بتصير بالشكل التالي. هاي عباره عن ايش؟ التكامل جي سي ليمت لاف ان سميناها جي تساوي الليمت اف ان، خذ الليمت لما بتروح ما هي اف ان كونفرجز بوينت وايز لاف، هاي بتصير اف الاكس، وهاي بتساوي اف السي. صح. صحيح يا جماعة، متفقين معي؟ اوكي، خذ الاشتقاق هون، اشتق هاي اثنين فرنشيات اثنين، شو بتوجد تكامل حسب الفاندمنتال ثيرم اوف كالكولس، هاي بتساوي جي اوف اكس، وهاي هي بتساوي زيرو كونستنت. وهذا اللي احنا بدنا اياه. اذا النظريه كمان مره بتقول بالشكل التالي، في عندي فانكشن مشتقاته كونتينيوس، اف ان كونفرجز لا اف بوينت وايز، بنعرف انها بنعرف مسبقا انه المشتقات كونفرجز يونيفورملي. انا بس بخبرك انه بما انها كونفرجز يونيفورملي الليمت هي نفس الليمت الاصليه. هذا الشيء اللي هي انا اذا خبرتك انها، اذا انت مسبقا بتعرف انها كونفرجز يونيفورملي لسم فانكشن، ايش هو الفانكشن اللي بتكون له كونفرجنت؟ بتكون كونفرجنت لمشتقه الفانكشن الاصليه.